تأهلت الصقارة عذاري الخالدي للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز الصقور، وهي أول امرأة سعودية تتأهل للمشاركة في هذا الحدث. قالت عذاري إنها أحيت هذه الهواية أحبتها منذ الطفولة، وإنها حولت حلمها وشغفها إلى واقع وحقيقة. وأضافت الخالدي أن مشاركتها هذا العام هي إثبات وجود أن المرأة قادرة على دخول هذا المجال، وأنه غير مقتصر على الرجال فقط.